بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لتنس الأرض تحييكم. النهارده برضو معانا معلومة جديدة ومطلوبة للأصدقاء، اللي هي معلومة إزاي اللاعب في قوانين اللعبة وتبادل قوانين اللعبة، يعني حتى عن قوانين اللعبة برضو معلومة جميلة جدا ولازم نهتم بيها. بيعتمد في قوانين لعبة التنس الأرضي إن في قوانين اللعبة إن يتبادل اللاعبان الكرة على أن تمر الكرة فوق الشبكة، يعني ده يضرب الكرة من فوق، يعني لازم الكرة تعدي من فوق الشبكة، ده يضرب كرة وده يضرب كرة. طيب فوق الشبكة الموجودة في منتصف الملعب اللي احنا اتفقنا عليها وقلنا العلو بتاع الشبكة 91 سم و4 من 10 او 91 سم ونص، على الا لا تتجاوز الحدود المسموح لها داخل المستطيل، وتحتسب النقاط ضد من اللاعبين المتنافسين في الحالات الاتيه. يعني اللعبة اللي يخطأ من ضمن اللاعبين اللي هو المرسل والمستقبل، المرسل والمستقبل اللي هو اللاعب وخصمه. طيب في انهي في الحالات، ايه هي الحالات اللي هي اللاعب يخسر الكوره؟ اذا لمست الكوره او قام بضربها اكتر من مره في نصف الملعب المخصص ليها. نقدر نقول تاني، اذا لمس الكره يعني هو الكره جت فيه، او قام بضربها اكثر من مره في نصف الملعب المخصص له، يعني الكره وقعت وراح ضربها مرتين بتبقى عليه. طب اذا لمس اللاعب او مضرب اللاعب الشبكه الموجوده في منتصف الملعب، يعني هو بيلعب راح لامس الشبكه وعند جاي يضرب فولي، راح المضرب بتاعه عدى الشبكه عليه، وهو بيضرب الفولي المضرب بتاعه جه في الشبكه او فور عادي برضه عليه على اللاعب، يبقى هنا اذا لمست الشبكه او مضرب عدى الملعب اللاعب هتحتسب عليه. اذا قام اللاعب بضرب الكره قبل تجاوزها للشبكه الموجوده في نفس الملعب، يعني لسه الكوره الخصم لعبها ولسه ما وصلتش ضربها، على اللاعب برضه تحسب على اللاعب اللي ضربه. اذا لمس الكره اي جزء من جسمه، يعني وانا جيت اضرب الكره راحت الكره جايه في الترينج او في الشوز او في المضرب، كل ده محسوب عليه تحسب عليه. اذا لمس الكره اي جزء من جسمه او اي شيء اخر خلاف الشبكه الخاصه بمضرب اللاعب او الشوز او الكره راحت نازله وهي نازله في الارض راحت خبطه في جسمه، كل ده تحسب على اللاعب. اذا النقاط سهله جدا، واللي سالوني في النقاط كيف ان هو يعني قوانين اللعبه امتى بتبقى الكره خطا، هذه نقاط سهله جدا واذا ركزت عليها تقدر تفهمها داخل الفيديو.